بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، فما زلنا في الترجمة 83، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقفنا عند الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عفان عن صخر ابن جويرية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، يعني مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بين سحرها ونحرها، سحر الرئة يعني. تقول: وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يتسوق به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده يعني ظل ينظر إليه يعني نظرا طويلا، كأنه إيه للأبد يعني نظر إليه نظرا يعني طويلا، أو علق نظره بالسواك يعني رغبة في السواك، ففهمت عائشة أنه يرغب في السواك. تقول: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر وقطعت الجزء الذي تسوك به وطيبته، يعني ممكن غسلته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة اللي هي النقرة في يعني بين الترقوتين يعني في الصدر، والذاقنة النقرة في الذقن. وفي الحديث الآخر: بين سحري ونحري. قال الإمام البخاري: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أصغت إليه قبل أن يموت ومسند إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق، رفيق الأعلى. وكما قلنا بالأمس أن ما يشترطش أن تكون آخر كلمة لا إله إلا الله، ولكن قد لو استصحب معناها يقول كلام في تسليم، في رضا، في استغفار، مثلا في حمد لله عز وجل، فهو أيضا يدخل في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث الثامن: حديث عائشة في السواق قول حدثني محمد، جزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي. وطبعا كان في مما يعني فتنة وفي مشكلة بين محمد بن يحيى الذهلي، هو من صغار شيوخ البخاري، فهو كان من باب يعني محافظة على حديث النبوية، يعني كان إذا حدث عنه يقول حدثنا محمد ويسكت. وسقط عند ابن السكن فصار من رواية البخاري عن عفان بلا وسطة، وعفان من شيوخ البخاري، شيوخ البخاري أيضا يعني. قد أخرج عنه بلا وسطة قليلا من ذلك في كتاب الجنائز، فهو روى عن عفان وشراء وروى عنه بواسطة. قوله: وما عبد الرحمن سواك رطب، في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة:
ومر عبد الرحمن في يده جريدة رضبة فنظر إليه فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونقضتها فدفعتها إليه صلى الله عليه وسلم. قول يستن أي يستاك، قال خطابي أصله من السن أي بالفتح، ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد، يتسن عليه السكاكين. قول فأبده أي مد نظره إليه، أطال النظر إليه. يقال أبدت فلانا النظر إذا طولته إليه، في رواية الكشميني فأمده بالميم من الأمد برضو زي الأبد يعني. فقدمته بفتح القاف وكسر الضاد، فقدمته المعجمة أي مضغته، والقدم الأخذ بطرف الأسنان. قدمت الدبة بكسر، قدمت الدبة بكسر الضاد شعيرها، تقدم بالفتح إذا مضغته. وحكى عياض أن الأكثر رواه بالصاد المهملة، فقصمته أي كسرته أو قطعته، كنا قطعت الجزء الذي استاك به عبد الرحمن وأخرجت له جزء جديد وغسلته. وحكى ابن التين في رواية بالفاء والمهملة، قال المحب الطبري إن كان بالضاد المعجمة فيكون قولها فطيبته تكرارا، وإن كان بالمهملة فقسمته فلا، لأنه يصير معنى كسرته لطوله أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحمن. ثم لينته ثم طيبته أي بالماء، واحتمل أن يكون طيبته تأكيدا للينه. وسيأتي من رواية ذكوان عن عائشة فقلت أخذه لك، فأومأ برأسه النعم، فتناولته فأدخلته في فيه فاشتد، فتناولته فقلت ألينه لك، فأومأ برأسه النعم. ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليها وقوة فطنة عائشة رضي الله عنها. قوله ونقضته بالفاء والضاد المعجمة، قوله فما عدا أن فرغ أي من السواك. قوله وكانت تقول مات ورأسه صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، في رواية ذكوان عن عائشة توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وإن الله جمع ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من الدنيا. والحاقنة بالمهملة والقاف ما سفل من الذقن، والذاقنة ما على منه، أو الحاقنة نقرة الترقوة، هما حاقنتان. ويقال إن الحاقنة المطمئن من الترقوة والحلق، وقيل ما دون الترقوة من الصدر، وقيل هو تحت السرة، طبعا ده بعيد يعني. وقال ثابت الذاقنة طرف الحلقوم، والسحر هو الصدر، وفي الأصل الرئة، والنحر بفتح النون المراد به موضع النحر. وأغرب الداودي فقال هو ما بين الثديين، والحاصل أن ما بين الحاقنة والذاقنة هو ما بين السحر والنحر، والمراد أنه مات صلى الله عليه وسلم ورأسه بين حنكها وصدرها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وهذا لا يغير حديثها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها، لأنه محمول على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها. وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي، وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا يلتفت إليهم. طبعا ما تلاقي في مدح ومبلغ في مدح علي بهذه الطريق، لأنه كان طبعا في بيت عائشة، يعني كيف يموت ورأسه في حجر علي؟ فبكل هذا الطريق لا يخلو من شيعي طبعا كذاب فلا يلتفت إليه. وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دافعا لتوهم التعصب. قال ابن سعد ذكر أن قال توفي في حجر علي، وساق من حديث جابر سألت كعب الأحبار أو سأل كعب الأحبار عليا ما كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم، فقال أسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي، فقال الصلاة الصلاة، فقال كعب كذلك آخر عهد الأنبياء. وفي سند الواقدي وطبعا متروك، وحرم ابن عثمان وهما متروكان،
وعن الواقدي عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلي أخي، فدعي له علي فقال أدن مني، قال فلم يزل مستندا إلي وأنه لا يكلمني حتى نزل به وثقل في حجري، فصحت يا عباس أدركني فإني هالك. فجاء العباس فكان جهدهما جميعا أن أضجعاه. وفي انقطاع بين الواقدي وعبد الله فيه لين، وبه عن أبيه عن علي بن الحسين قبض رأسه في حجر علي في انقطاع، وعن الواقدي عن أبي الحيرث عن أبيه عن الشعبي مات رأسه في حجر علي فيه الواقدي والانقطاع. وأبو الحيرث اسمه عبد الرحمن بن معوية بن الحارث المدني، قال مالك ليس بثقة وأبوه لا يعرف حاله مجهول يعني. وعن الواقدي عن سليمان بن داود بن الحسين عن أبي عن أبي غطفان سألت ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إلى صدر علي، قال فقلت فإن عروة حدثني عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، فقال ابن عباس لقد توفي وإنه لمستند إلى صدر علي وهو الذي غسله، وأخي الفضل ابن عباس وأبي أن يحضر. في الواقدي طبعا متروك، يعني متروك يعني حديث ضعيف جدا يعني، وإيمان لا يعرف حاله مجهول. وأبو غطفان بفتح المعجمة ثم المملة اسمه سعد وهو مشهور بكنيته، والثقة النسائي. وأخرج الحاكم في الإكليل من طريق حبة العدني عن علي أسندته إلى صدري فسالت نفسه وحبة ضعيف. وحيث أم سلمة قالت علي آخرهم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عائشة أثبت طبعا هذا في الصحيح أثبت من هذا، ولعلها أرادت آخر رجال به عهدا، ويمكن الجمع بأن يكون علي آخرهم عهدا به وأنه لم يفرقوا حتى مال، فلما مال ظن أنه مات ثم أفاق بعد أن توجه، فأسندت عائشة بعد إلى صدرها فقبض. طبعا الجمع بيكون لما يكون الأحاديث صحيحة يعني، ولكن لما يكون الأحاديث في البخاري صحيحة والأحاديث الثانية ضعيفة جدا يعني لا يليق الجمع هنا والله أعلم. يقول وقع عند أحمد من طريق يزيد ابن باب نوس موحدتين في أثناء حديث، فبينما رأسه ذات يوم على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، ظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي، وظننت أنه غشي علي فسجيته ثوبا. قال الإمام البخاري حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. قالوا أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فكلمة يحذر ما صنعوا من قول هنا من قول ابن عباس، فهذا مدرج. وفي الحديث السابق لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا، أيضا مدرج من قول عائشة وفيها تصريح بالإدراج يعني. حديث التاسع في النهي عن اتخاذ القبور مساجد تقدم شرحه في المساجد من كتاب الصلاة وفي كتاب الجنائز. قال الإمام البخاري أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت وطبعا هنا الراوي عن عائشة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فطبعا البخاري لم يسمع منه يعني هو متقدم يعني، ولكن سيبين يعني من الذي يعني
أخبره أو تقول هذا معلق، لكنه مدير رقم يدل أنه مسند يعني. لقد رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن عائشة قالت لقد رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. يعني صلى الله عليه وسلم كان يقول مر أبو بكر فليصلي بالناس، وعائشة تقول له مر عمر، يعني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر. فلما تكرر ذلك منها قال إن كنا لصواحب يوسف، أنه بيقول شيء ويضمر شيئا يعني آخر، وخشيت عائشة أن يتشاءم الناس بأبي بكر إذا وجدوه في مكان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رواه ابن عمر وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فشدة الموت لا تدل على يعني سوء الخاتمة، بل مؤمن يموت بعرق الجبين. الحديث العاشر قوله فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيان الشدة المذكورة في الحديث الآتي أواخر الباب من رواية الذكوان عن عائشة، ولفظه بين يديه ركوة أو علبة، علبة فيها مية بها ماء، فجعل يجعل يده في الماء فيمسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات. وعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم اللي هو ابن محمد بن أبي بكر من فقهاء المدينة السبعة عن عائشة قالت رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت صلى الله عليه وسلم، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الطب في كتاب الطب، وبين في حديث ابن مسعود في الطب أنه أن له بسبب ذلك أجرين. ولأبي يعلى من حديث أبي سعيد إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما يضاعف لنا الأجر، يضاعف لهم البلاء ويضاعف لهم الأجر. قال الإمام البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ليث أنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، وكان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا. ففهموا ان هو بيستعجل يعني يوم عائشه لحبه لعائشه رضي الله عنها. فنساء اذن له ان يمرض في بيت عائشه، انه يمكث الايام الاخيره في بيت عائشه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش واجب عليه القسم بين ازواجه، ولكن كان يقسم يعني بينهن، فلما اشتد به المرض اذن له ان يمرض في بيت عائشه رضي الله عنها. تقول واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر، هو الرجل الآخر هو علي، ولكن عائشة لم تصرح يعني به. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من رجل آخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب. وكانت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال هريق علي من سبع، هريق يعني أريق يعني كب علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. تقول فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفقنا نصب عليه من تلك الخرب
حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قال ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. الحديث الحادي عشر قول لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في وجهه. وفي رواية معمر عن زوري أن ذلك كان في بيت ميمونة. قوله استأذن أزواجه أن يمرض بضم أوله وفتح الميم وتجديد الراء. وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن زوري أن فاطمة التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن إنه يشق عليه الاختلاف الانتقال يعني بيت إلى بيت أو لحب إلى عائشة يعني كان أحب إليه أن يكون في بيت عائشة. في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله بيتها كان يوم الاثنين ومات يوم الاثنين الذي يليه. أنه مكث يعني أسبوع من الاثنين للاثنين. وقد مضى شرح هذا الحديث في أبواب الإمامة وفي كتاب الطهارة وذكرت في أبواب الإمامة طرفا من الاختلاف في اسم الذي كان يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس. وقد وقع في رواية مسلم عن عائشة فخرج بين الفضل بن العباس ورجل آخر وفي أخرى رجلين أحدهما أسامة وعند الدارقطني أسامة والفضل وعند ابن حبان في آخره بريرة ونوبة أو نوبة. وأشار إلى هذه الرواية. واختلف هل هو اسم عبد أو أما فجزم سيف الفتوح بأنه عبد. وعند ابن سعد من وجه آخر الفضل وثوبان. وجمع بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد فيتعدد من تكى عليه وهو أولى من قول من قال تناوبوا في صلاة واحدة. قوله في بيتي في رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد أن صلى الله عليه وسلم قال لنسائه إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإذا شئتن أذنتن لي. وسيأتي بعد دخل الدم من كرم أخلاقي وإلا فلم يكن واجب عليه أن يقسم بينهن كما أشرت. وسيأتي بعد قليل من طريق هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنه قال كان يقول أين أنا غدا يريد يوم عائشة. وكان أول ما بدأ مرضه في بيت ميمونة رضي الله عنها. قوله من سبع خرب. قيل الحكمة في هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحر. لذلك يعني من تصبح في يوم بسبع تمرات عجوة لا يضره من عجوة المدينة لا يضره سم ولا سحر. فرقم سبع له يعني سر في يعني في دفع ضرر السم والسحر. وقد ذكر في أوائل الباب هذا أوان قطاع أبهري من ذلك السم. وقلنا الأبر اللي هو الأورطة العرق اللي بيخرج من القلب ويسير في الظهر يعني يغذي الجسم. وتمسك به بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه. وقد ثبت حديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وسنده صحيح صحيح مسلم. القول لمن به وجع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. وأيضا في النساء من قال عند مريض لم يحضر أجله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات من الرقى يعني الثابت. وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة أن صلى الله عليه وسلم قال أين أكون غدا كررها فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة فقلنا يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة. وفي رواية هشام بن عروة عن أبي عند الإسماعيلي كان يقول أين أنا حرصا على بيت عائشة فلما كان يومي سكن وأذن له نساء أن يمرض في بيتي. قول وكانت عائشة تحدث وموصول بالإسناد المذكور. وكذا قوله أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو مقول الزهري. يبقى ده كلام الزهري هو اللي بيروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مقول الزهري وموصول وقد مضى القول فيه قريبا. قوله ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. تقدم فضل أبي بكر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مرضه وذكر الحديث وقال فيه لو كنت متوحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. ده كان قبل الوفاة بأسبوعين تقريبا يعني ما جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله.
فبكى أبو بكر. الحديث فيه أنه آخر مجلس جلسه، ممكن للوعظ يعني أو للدرس. ولمسلم من حديث جندب أن ذلك قبل موته بخمس، فعلى هذا يكون يوم الخميس، ولعله كان بعد أن وقع عندهم اختلافهم ولغطهم كما تقدم قريبا، وقال لهم قوموا، فلعله وجد بعد ذلك خفة فخرج. قوله أخبرني عبيد الله أن عائشة قالت، وما قول الزهري أيضا وموصول أيضا، وإنما فصل ذلك ليبين ما هو عند شيخه يعني ابن عباس وعائشة معا وعن عائشة فقط. قوله رواه ابن عمر أو موسى وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى ما يتعلق بصلاة أبي بكر لا إلى جميع الحديث. فأما حديث ابن عمر فصلاه المؤلف في أبواب الإمامة، وكذا حديث أبي موسى وصلاه أيضا يعني البخاري في حديث الأنبياء الجزء السادس في ترجمة يوسف الصديق. وأما حديث ابن عباس فوصله المؤلف في الإمامة أيضا من حديث عائشة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.